وللمزيد أيضا من المتابعة معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور خالد جاد، وكيل معهد المحصين للإرشاد والتدريب التابع لوزارة الزراعة. بداية وبعد التحية، في ضوء المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية، كيف تقرأ التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة سعر توريد أرداب القمح، فضلا عن ضرورة مراجعة أسعار المحصيل الاستراتيجية مع وضع سعر محفز؟ أستاذ الدكتور خالد جاد، حضرتك معنا؟ معاك يا فندم. نعم، يعني كنت أسألك منذ قليل عن هذه المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة توريد سعر أرداب القمح من 1000 جنيه إلى 1250 جنيه مع وضع سعر محفز له. والله طبعا هو احنا الحمد لله السنه دي موسم خير جدا للمزارعين. هي اولا ظروف جويه مناسبه جدا للنمو القمح، والدوره من اول الزراعه بتادي دور كويس بالنسبه لتوفير التهاوي وتوفير مستلزمات الزراعه للمزارع. والحمد لله ان الدوله راعت في ظل الظروف الموجوده وغلاء الاسعار ومستلزمات الانتاج، سعر التوريد السنه اللي فاتت كان 860 جنيه تقريبا للارداب. السنه دي الحمد لله تم زياده الارداب ليوصل 1250 جنيه، وده الى حد كبير هيدي عائد مجزي في الانتاجيه العاليه للفدان. فيعني الحمد لله ان تمت الزياده او زياده سعر التوريد قبل ميعاد التوريد بوقت كافي عشان نشجع الاخوه المزارعين على توريد القمح. طبعا احنا محتاجين توريد كل حبايه قمح في مصر. نعم، دكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل للارشاد والتدريب التابع لوزاره الزراعه، شكرا جزيلا لحضرتك.